والله ما عيرتك يا سيدي. يا احمد انت يا احمد شكون اللي حنين فيهم بزاف؟ شكون اللي تنبغيو حنايا؟ لا فامينا الزوينين لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحتكم لاباس؟ أموركم هاني؟ الله يحفظكم الله يخليكم لينا كاملين. كنشكركم بزاف على لي كومونتيغ ديالكم، على البارطاج ديالكم، على حب ديالكم لعائلة الطاهري. وانتم أحلى فانز وأحلى عائلة الطاهري، كنحماقوا عليكم بزاف. الله يحفظكم لي الحبان ديالي وهاد القبلة كل واحد فيكم. اللي بغيت نقول لكم جاتني واحد الفكره اللي هي خطير. المهم انا كنطلبوا الوالده فاش نطلعوا عندها نوفيزا، كنطلبوها بغينا نمشيو للبيسين. بغيت غير شويه انا اليوم نلبس الشوط ونلبس هادي. قلت لهم غير نفوش شويه، عييت كنشوف الفيديو القديم لقيت في لي كومونتير وسفيان بغيناك تخرج ما تبقاش غير هكا تعقد. قلت لهم والو لوالديكم ديوني انايا للبيسين، قلت لهم بحال شي دري صغير. وقلت لفايزه قبل ما نمشيو للبيسين بغيت نطلع ندير واحد المقلب في الوالده اللي غيقتلكم بالضحك. انا الفكره جاتني غتقتلنا بالضحك ان شاء الله. وكلشي عارف باللي ماما سنيناتها وما نوريلكم هنايا مشاو ما عندهاش كاع، ولتحت ما بقات لها حتى سنينه، عندها جوج اللي غير باش يشدوا بهم داكشي يعني فهمتي، دايرين بهم بحال الساس. وغادي نطلعوا غادي نديروا راسنا فيزا بحال مخاصمه مع مول الكلينيك. صافي نوضناهم معاهم، نوضناها معاهم ونقولوا لا غتبقاي هكاك بلا سنان تدوز واحد 6 شهور ولا 4 شهور ونشوف رده الفعل ديالها. 7 شهور عادي يجيب لنا الله عاوتاني رزيق ونجيو بحال نوضنا الصداع معاه وداكشي نشوف رده الفعل ديالها. منين غتبقى بلا سنان وهي عرفتي شنو غطي وتنزل كتسنى لاربعه فوقاش تجي باش ان شاء الله باذن الله يكملوا نتيجه الاسنان ديالها وغنبارطاجيوها معاكم بعد ما غتكمل الفوم ديالها. يلا خليكم معنا بما طلعنا لي صافي. يا اخي ما بدي اياك ابدا وانا كمان، خلاص انتهينا انتهى الموضوع. شو لا انتهى الموضوع، في كثير عيادات ما شاء الله. شو لا صافي خلاص خلاص يا اخي، عيادتك الوحيده اللي في اسطنبول. خلاص يا اخي الله سبحانه وتعالى ما كيسد باب حتى يفتح ابواب. يلا سلام وبروكي لمرتي. قولوا ان شاء الله راح نخدم وراح نرجع ان شاء الله 6 اشهر راح نعملها لامي ان شاء الله. يلا الله الله يعاون باي. هذا كلام سفيان الاخير. يلا الله يعاون. شكون هذا؟ شكون هذا؟ قال لي انا غير هو. شكون هذا اللي مرض عاوتاني؟ هذا الدكتور زعما اللي قال الدكتور. اويلي انا اللي كيداويني انا اللي كيداويني. صافي سالينا معاه. اويلي صافي سالينا. اويلي شكون اللي كمل لي؟ سالينا. منتي تا ان شاء الله عاوتاني نزيدو ضعنا تنعاودو عاوتاني ان شاء الله. وعلاش وهتوني؟ صافي ما عندنا ما نديرو. وعلاش حيدتوني هاد سناني؟ علاش حيدتوني سناني؟ صافي سناني من بعد 6 شهور غيجيو عاوتاني. انا غنبقى 6 شهور هكا. 6 شهور ماشي 6 شهور 3 ايام. شهور؟ ما تقولي مالك وليتي تهضر بحال هكا؟ انت ما عرفتي بجاوبية حيدتوني سنان. ماما دابا حنا هذاك غنشوفو غنذبحو. ذبحو؟ هذاك غنشوفو. تذبحو؟ تذبحو؟ وانت علاش تفوتي على الراجل هو اللي غادي يداويني؟ علاش تفوتي على الراجل غادي يداويني؟ وما فهمتيش شنو بلان دابا؟ ما فهمتيش شنو واقع ماما؟ قلتي له قال لك هو كليمه انت بديتي تعيط. كليمه علاش تبكي معنا انت تبنت دابا دخلتي قلتي له قطع كل يوم قطعنا لانه هو خرج معنا العيب. شنو قال مسكين؟ ظريف ذاك السيد ظريف ما كيدويش كاع. كيفاش تجبدي دابا ماما مالك على هادشي؟ ماما الله يرحم باك هادشي يكفي هادشي اللي فينا. ماما سير ترتاح الله يعطيك صحتك كنشوفو. انت اسكت. الله يرحم ليك الوالدين. انت اسكت. انت اسكت. انا ما نبقاش شراكة. ما نبقاش شراكة. صافي ماما نصب لك الصوبة ماما مالك. تقمت حال ان شاء الله. انا ما نبقاش هكا كنهضر وهكا معجبة. ما نبقاش هكا. دابا شحال من سنة بقات لتحت؟ عجبتي بيا. حيدتي لي كلشي. شحال من سنة؟ حيدتي لي فمي الفوق ديالي لتحت حيدتي لي كلشي. بقاو ثلاثة ها؟ ها؟ صافي ثلاثة دوزي بهم الصوبة. واش شفتي مني؟ كدوري لي تاهو ماما كرامتي احسن من الف حاجه. كرامتي هبط بها ما عندي ما ندير بشي سنان وما عندي ما ندير بشي حاجه. سنان عطى الله السنانات وعطى الله العيادات عطى الله الكلينيكات عطى الله الفرمليه عطى الله وعطى الله. ماذا حسن هو اللي كاين في اسطنبول؟
بغيت انا، هو اللي بغيت انا، هو اللي بغيت انا. ياك جنجالي الله يسامح الله يسامح. ويلي ويلي يا ويلي يا ويلي غادي يهضر شو؟ ما تخسرش الهضره، ما تخسرش الهضره، خلي ما تخسرش الهضره. دابا نحنا بنقول لك الله يسامح وانت بتقولنا هذا الشيء، بدي تتعفر. راسي سي الله ياخذك. ويلي اجي يا دكتور، اجي انا ندوي معاك. واي اجي عندي، اجي عندي. هذه ايه بنتي تصرخ بتقول لك الله على الله عليك عليك عليك. حاشا الله على الاشعيد. حاشا انا ما كان عيب. انت الوحيد اللي راح تجي تكون عندنا في تركيا. استنى امي والله كثير زعلانة امي. والله ما عيبتك يا سيدي، والله ما عيبتك يا سيدي. يا اخي يا اخي يا اخي ما عيبتك. يا اخي ما شتمتك يا اخي. ابي ابي ما شتمتك. وليش يعني مشكل بسيط يعني صرتي هيك؟ حرام، نحن قصرنا معك كمان في شيء. والله ما عيبناك يا سيدي. الو احمد يا وقت تعود نعيط له. علاش تبطوا ضيعك يا وقت يا مومن؟ نحن مدلولين، كنا مدلولين. هو اللي كيصوب لي خالتي. خالتي عبد القادر انت شتيلي تلك مقابل هكا العذاب كله. الو احمد، انا امي راح نزع لها الاسنان الفوقانيين كاملين وراح اعمل لها فم. شنو ديري؟ اش ندير؟ اش ندير؟ ماما اسمعي وزكا يا ماما قلتيه. نعم بوك الكلب انت ليا، هادشي اللي جبتيني هنا. بعاني سكوت. لا لا دكتور. اوكي 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 احمد اوكي. ليش لا ما بدنا لان تشاركنا الطعام يا احمد؟ اللي بيتشارك طعام مثلا مغربي بيقولوا بلا جميل طعام، بلا جميل طعام مرحبا كله طعام. قالت لك امي يعني مرحبا تشاركنا الطعام، بتكون بيناتنا كلام وتكون بيناتنا على ان صرنا عيله. ما عيرناكش يا سيدي، ما عيرناكش. انا قلت لك مغربي يا ماما، انا قلت لك انا فائزه غلطت معك. خلاص خلاص اجي اجي. فائزه غلطت معك. اجي نهضر معك، انا بيتكلم معك. امهم امهم بتريد تكلم معك. الو امي مسكينه بتريد تكلم. كثير تعبانة إيمي. قولوا خلصتي عليها. شوف شوف أنا راح أطلب منك طلب واحد. ما بدك تكمل الأسنان الهوليود سمايل الفوق وتزع على الأسنان التحت. انزع لها الأسنان الفوقانيين. يا ربي تحفظني يا ربي. ليش؟ لأن الله ما يقيسني. أصلا قالت لك أسنان الفوقانيين. الله ما يحيدهم لي. الفم الفم حلو. يدير لك الفم. قالت بحال بابا يدير لك الفم. يا دكتور أنا ما بدي داك شيء. مع السلامة مع السلامة أحمد. الله وعلي يسحب لي حنايا خسرتي وراها كل شيء. انتم ولاد الحرام كلكم. صافي خليتوني بلا فم، حيدتوني وتحسبوا عليا. لا جايبني لهنا، لا جايبني، لا جايبني لهنا. هاتي شوفي بنتي قالك الشوكه. شوف 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 جوجل شي صاحبتي بابا هو كياكل مزيان دوك الفوم هكاك الفوق والتحت. يصوب لك الفوم. انا صافي يصوب لك الفوم. انا ندير بحال داك الشيء دوك. مالك شنو فيها؟ شطي ولا خلاص؟ هذاك اللي كيتركب وكيتحيد وتحط. لا ما نديرش انا داك الشيء ابدا ابدا. انا ما امنو بالولاد كلها نبقى بسنيناتي. ما تحيدوليش سنيناتي، حرام عليكم. ما كان ما معجبك ما والو، كلشي كيقول لي كيجيو معاك هكا. دابا اجي نقول لك الا بقيتي بهذوك السنين ما باقي بعد سنينات صغيره والو. ماني شوف شوف هذا العرق حرام عليكم حرام عليكم. راجل كيجي بكليت المرأة كيجي والله راكم ساكن بالليل وتقولي البرا ودايرين بيا غير هكا تغوتو عليا وتعيرو. واخا دابا شنو هاد البنات بلاتي؟ باقي ما شافش مني الوجه المغربي. اش دافكم؟
قالوا احمد طيب هو طيب شوف يا احمد نحن طيب. ما تعاملنا هذا الشيء معك احنا تعاملنا تعامل جيد لانه ما بنخرج نقول له انت طيب يا دكتور انت طيب والله ما بدي دكتور اخر بدي انت ويقول لك هو ايش بد معنى العيب لا بس انت يا احمد انت اللي سببت العيب يا احمد انت يا احمد هو اللي بغيت ولكن هو خرج معنا العيب فإذا انت مريضه حيدي الطريق خليني مع ولدي سيري حيدي خليني معاه دابا صافي انتهت العمل بيننا كنا بنعمل لك في الانستغرام كبيوتيكا كلينيك وشكيناكم لانك انت كنتي عملتي معنا جيد في الاول شكيناك مسكين دائما جيد مو مسكين تدب حسكين ان شاء الله يا اخي احمد لا انا خرجت العيب لانك انت الاول اللي خرجتي مع العيب انا قلت لك امي تعبانه قلتي لي وبس شو فيها شو صار فيها الله يخلي لك امك يا دكتور اجي عندي انا نتكلم معاك طيب انا بتكلم طيب ماشي بحال اولادي كيغوتوا شو تتسب لي امي تتسب لي عيمني تتسب لي امي عيمني يلا دابا سد فمك ناري تغوتها نضرب راسي يلا اسمعني تغوتها نضرب راسي يلا اسمعني جيدا اسمعني بنعلة الله عليك وعلى انا ما انسان خلق في الدنيا بيشتم لي امي خليني معك مزيان لان راح اشتم لك امك انت انت الاول عيرتي له امه انت اللي عيرتي له امه يلا مع السلامه سلامتين الله يوعى عليك واش كيسحب له السيبه كيسحب له السيبه شوفي شي كاينين حدا يلا غادي نشوفها ولكن خلي دابا ما عندناش فلوس خلي تبقى والله ما غنمشي غير عندك انا دابا عرفت الطريق والله هو غيجي عليك ما يجيش عليك هو طيب دكتور طيب وعيرك خليه يعيرني هاي خرجوك على سنانك لا ما يخرجوك طلع وشاني هو الو تقلي دويز بينا قال لك احمد قال لك احمد يا امي قال لك احمد عملنا فيك مقلب يا امي الحمد لله اللهم عليك الحمد اللهم عليك اذا الاسنان باقي نتصور اشوف حلي سنيناتك فوقاني فوقاني دابا برضهم لا ولاو بحال القرش الله يستر الله يستر اشوف تحتاني تعجبت تحتاني لا المهم الحمد لله يا ربي ناري عرقتيني وحق الله الا عرقتيني يعني ويلي غنمشي ست شهور مع جبانكا دابا خوتي حنا يلاه كنا طالعين بحال هكا قلنا لماما واش دي راسك انت سوكينا بغينا نمشيو واحد لابيسين نجلسو فيه شويه هو خليكم معنا نكملو لهم الفلوق ولا شدينا في الوالده شويه خليكم معنا ليتس جو نكملو لكم فلوق ما تصوروش واحد قمه الاعصاب اخوتي وانه احنا جينا للبيسين وتصابت ربعه قال لك كيسدوا داك لي طوبغون داكشي مع الخمسه شوف كيفاش موقفين فايزه والوالده وسكينه على ود قاعد الماء عرفتي واحد التعامل واحد عرفتي ما تقع علاش جيت لهاد المصيبه كحله قسما بالله عرفتي واحد التعامل ما حملتوش نهائيا ووقف وشو كيقلبوك فحال داخل المطار فحال داخل ما عرفت شنو غتدخل معاك يعني انت مرا كبيره الوالده غدوش شو كيغدي عاملها وكذا وداك الشيء ماشي مشكله والمهم كيف كتشوفوا هذا هو القانون ديال كل واحد غير انا شخصيا ما عجبنيش بحال هكا القانون لانه داخل مع ربعه وزعما على الاقل ان الواحد خاصو فهمني خاصو زعما يسيبي صافي تشاف العائله داخله تدخل هاي سكينه كدابز معاهم تماكيه والوالده حيت زادوا فيه صراحه بالغوا ديال بصح اخوتي دابا دخلنا ان شاء الله باذن الله تعصبت معاهم هو انت معاهم ديال بصح
فسديت الكاميرا رجعت حتى تشوف حلا باغي يقلب الوالده وكذا وداك الشيء نوضت معاهم حتى ولاو كي زعما تيبوسوا لي يديها هكا زعما حيت ما كبيره وكذا وداك الشيء حيت حشومه داك الشيء ديال البغاش عندهم واحد التعامل ديال البغاش يعني فهمتي ما كيقدروا لا كبير لا صغير ما عندهمش الاحترام نهائيا ما عجبنيش الحال نوضت معاهم ديال بصح ودخلنا البركه صحه دخلنا الوالده حيت فيها السكر هي كتسخف كيخصها شي حاجه تقوت بها تاكلها المهم ها هي الوالده حتى هي دخلات سكينه وان شاء الله غتعومي ان شاء الله شنو درتي ليها فاش عصباتك شنو قلتي لها قلت لها حنا مراد عطينا غير القريعه ديال الماء غير نشربوا مويها واش كدير لي كتقول لك والو ياك 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 والله تعرفتي شنو هو عرفتي عصبوني هادشي هادشي ديال الدسان يلا خليكم معنا حبايب سفيان عايزة ايه بالبابة تدعو خالتي غتعومي غتعومي ركبوا في هذيك اللي فيها جوج غاتش تنزل لينا والو يلا واحد حاجه كتشقلبها شقلبها كنت شقلبها شارده والله حتى ندير لها شارده صحيح ما من واحد وحيد ولا بغيتيوني ولا بغيتيوني وتيروا عوم وتيروا بعدهم من هنا وبعدهم من هنا لا لا ما كنعرفش عوم ما كنعرفش وبعدهم من هنا والله واخا ترني بلي لو ما كيجينيش لهنا يلا قطعوا لي هذه عاد الثابته يلا عاد شريتي هذه يلا خليهم هاي 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 والله تدير معي واحد الحاجه والله تدير معي واحد الحاجه والله تدير معي واحد الحاجه انا خفت والله يلا فيني فوق واحد جيت تدخل جو فمك فم واحد والله ما انتحر والله ما انتحر والله ما انتحر يلا انا سادك انا سادك والله ما تخافيش ما تخافيش انا شاد والله ما انتحر هذا غنحيك ريسك لله وتهرتص كل شيء مشكل سير 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 وتعوم سيروا بصحتكم خليوني في البلاصه ولا غنقول لك لا صافي خليك في البلاصه ولكن ديري هكا عندي عندي غير سير يلا حيدو خليها تعوم بحدا يلا ويلي غارق شدو حومك خالتي ما بين سفيان وفائزة شكون اللي حنين فيهم بزاف شكون اللي حنين فيهم بزاف شكون اللي عصابي بزاف شكون اللي طيابو بنين شكون اللي كيدير لي بيتيز بزاف
شكون اللي كيدير القباحه بزاف؟ شكون اللي كيجيب لك التبريه للدار؟ بلاك شكون اللي كيجيب لك التبريه للدار؟ شكون اللي سخي بزاف؟ شكون اللي سخي؟ اللي كريم بجوج. شكون اللي عذبك في الولاده ديالو؟ شكون اللي عزيز عليك فيهم بجوج؟ سالينا التحدي ديال اليوم. حنايا سفيان شكون اللي تنبغيو حنايا؟ لا فامي تبارك الله عليكم، الله يخليكم الله يحفظكم. كنتمنى المقلب اللي خلينا لكم عجبكم بزاف في الداخل، حيت الشكل ديال الاكوا باك ديال المغرب ما كاينش فرق بيناتهم. اكوا باك ديال المغرب هي في ذاك البيسين اللي بالمواج بحال تبارك الله عليكم، الله يخليكم بزوات ليكم. Oh, I don't know.